مصباح الاتحاد والهلال. والله طبعا انت تتكلم عن اكبر وافضل كلاسيكو في الكره السعوديه في السنوات الاخيره، انت تتكلم نعم عن اتحاد وهلال، يعني فريقين عريقين كبيرين يملكان الاسم الكبير والسيطه والهيبه. مباراه صعبه على الورق، الهلال منتصرا، لكن في دوما مثل ما تفضل اخوي عبد الكريم، مباراه الاتحاد والهلال ما تخضع المقاييس، ما تعرف من يفوز على الاخر. ممكن الاتحاد يكسب وهو في ظل ظروفه الصعبة التي يعاني منها، ممكن الهلال يخسر في ظل توهجه، خاصة أنه منتشي بانتصاره الآسيويا ومحليا، فكل الأمور واردة. مباراة على الورق، أنا أقول لك على الورق الهلال أفضل وبمراحل من الاتحاد، لكن إن جينا تحدثنا على في عالم كرة القدم، لا، ممكن الاتحاد ينتصر وممكن الهلال يكسب، كل شيء وارد. نعم. طيب على الهاتف ينضم إلينا